سلام الله عليكم اعزائي تلاميذ سنه ثالثه متوسط اهلا وسهلا بكم معي من جديد اعزائي متابعي القناه الجدد اهلا وسهلا بكم معي اخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنساوش من فضلكم دعم القناه والضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس باذن الله في هذا الفيديو احبتي سنحضر معا للفرض الثالث يعني الخاص بالثلاثي الاخير ان شاء الله يعني راح نشوفه ملخص لدروس لا بروميير سيكونس يعني لا بروميير سيكونس اللي كان العنوان تاعها أه سوفونير دونفونس يعني ذكريات الطفوله كنا شفنا درس لا كومباريزون اي لا ميتافورة. يعني المقارنه او التشبيه والاستعاره كذلك كنا شفنا لي ديتيرمينون بوسيسيف اي ديمونستراتيف يعني محددات الملكيه واسماء الاشاره كذلك كنا شفنا درس لي طون فيربو دون لو ريسي اوتوبيوغرافيك يعني الازمنه باردون التي نستعملها في تصريف الافعال التي نستعملها في القصه التي ننقل من خلالها السيره الذاتيه فوالا تبعوا معايا كما شفتوا الدروس راهي قليله ستكون تكون سهله باذن الله اما فيما يخص الوضعيات الادماجيه الخاصه بهذا الموضوع باذن الله لما نناقشوا مواضيع الفروض رايحه يعني نوريلكم وضعيات ادماجيه كذلك ممكن نخليها لكم كسوة في منتدى القناه نبداو مع بعض اول درس اللي هو لا كومباريزون اللي كنا قلنا باللي هي المقارنه او التشبيه لا كومباريزون هذه في الجمله راح نوجدوا ثلاث مكونات او ثلاث عناصر عندنا لو كومباري يعني المشبه عندنا لوتي كومباراتيف اداه التشبيه لو كومبارون هو المشبه به فوالا voilà. يعني هذه الجمله لما يكونوا فيها هاد العناصر الثلاثه اللي هو المشبه اداه التشبيه والمشبه به نسميوها اون كومباريزون فوالا لازم يكونوا هاد العناصر الثلاثه لدينا هنا ادوات التشبيه كوم انسي كو رسمبلي ا semblable ا même كو تال كو plus كو موان كو أوسي كو أوتون كو إكسيتيغا يعني الجملة لما توجدو فيها وحدة من هاد الأدوات الخاصة بالتشبيه نسميوها أون كومباريزون فوالا voilà. والسؤال السؤال صح يعني المحتمل في الفرد أو الإختبار راح يطلب منك أنك تستخرج أون كومباريزون لازم تلقى فيها وحدة من هاد الأدوات راح نشوفو مع بعض أمثلة لحظة معايا أحبتي لافي Ressemble à une rose. Elle fait assez sous-toucher à la rose. Regardez-moi ici, on a « ressemble à ». C'est l'outil comparatif ou l'outil de comparaison. la fille », c'est le comparé, c'est-à-dire le similaire. Une rose, c'est le comparant, c'est le similaire. Voilà. Tu as le même sourire que ton frère. لك نفس ابتسامة اخيك عندنا لوتي euh, كومباراتيف هو ميم كو فوالا voilà. uh, مثال اخر لو شوفال اي غابييد كوم الحصان سريع مثل البرق عندنا كذلك اداه التشبيه كوم عندنا لو كومباري هو لو شوفال اي لو كومبارون هو ليكلار فوالا voilà. يعني هذه الجمله لما توجدوا فيها هذه الادوات هادو نسميوها اون كومباريزون فوالا voilà. الجزء الثاني من الدرس اللي كنا سميناها لا ميتافور يعني الاستعاره سي كوا اون ميتافور لا ميتافور اي اون كومباريزون اوتي دو يعني لا ميتافور هي تشبيه او مقارنه ولكن لا توجد فيها اداه التشبيه فوالا voilà. هنا عندنا ان اكزامبل يعني باش نديرو الفرق بيناتهم تبعوا معايا ما ميغ اي انج امي لطيفه مثل الملك هنا لاحظوا معايا عندنا لوتي كومباراتيف و لوتي دو كومباريزون دونك هذه اداه تشبيه كوم هذه نسميوها اون كومباريزون يعني هذه تشبيه فيها العناصر الثلاثه اما لما نجي نحولوها الى ميتافور رايحين نقولوا ما ميغ انج امي ملاك او امي هي ملاك فوالا يعني شبهناها بالملاك ولكن ما استعملناش اداه التشبيه دونك سي تشونا ميتافور فوالا هذا هو الفرق بيناتهم عندنا مثال اخر tu as des cheveux de soie لديك شعر من حرير دونك يعني الشعر ماهوش حرير ولكن راح نشبهه بالحرير نقولوا tu as des cheveux de soie دونك هذه ثاني سي تشون ميتافور لانه ما فيهاش اداه التشبيه نتمنى احبتي تكونوا ديروا الفرق بيناتهم يعني la لا ديفيرونس انت لا كومباريزون اي لا ميتافور هي لوتي دو كومباريزون هي اداه التشبيه كنا شفنا كذلك احبتي درس لي ديتيرمينون بوسيسيف اي ديمونستراتيف يعني ادوات الملكيه واسماء الاشاره تبعوا معايا من خلال هاد الجداول يعني كما تعودتوا معايا راح نستعمل بزاف المخططات والملخصات في المراجعه راح تكون سهله يعني تكون سهله جدا فوالا تبعوا معايا فقط دونك في هاد الدرس واش لازم علينا نشوفه يعني لازم عنصرين نشوفه معاهم جيدا عندنا لو بوسيسور يعني المالك او الضمير يعني الشخص المالك او وحده من هاد الضمائر عندنا لي شوز بوسيدي يعني الاشياء المملوكه او الاسماء هنا هنا لي راح نشوفو كيما ذكرت لكم مع الضمائر اما لي شوز بوسيدي راح نشوفوا اذا كان الاسم ماسكولا او فيمينا او بلوريال يعني على حساب هاد الاسماء او الاشياء وعلى حساب الضمائر رايحين نتحصلوا على لي ديتيرمينون بوسيسيف باغ عندنا ضمير جو لما يكون الاسم ماسكولا راح نحطو مو الاسم يكون فيمينا نحطو ما لما يكون الاسم في البلوريال راح نحطو مي كذلك بالنسبة لبقية الضمائر يعني تو تون تا تي إلو أل سون سا سي أما فيما يخص نو uh, uh, راح نستعملو نوتخ سواء في الفيمينا ولا الماسكولا أما لما يكون ال, الاسم أو الشيء يكون في البلوريال نستعملو نو no. يعني راح نعطيكم أمثلة راح نتفهمو بهم أحسن فو uh, لدينا فو عندنا فوتخ et فو إل و إل في البلوريال هذه. لدينا لوغ لما يكون الاسم مسكولا او فيمينا في السنجوليه. ولدينا لوغ هذه اللي معها الاس لما يكون الاسم في البلوريال. ولا. لدينا فقط هنا ملاحظة يعني فيما يخص هاد الاسماء التي تبدأ بلي فويال والاسماء يعني اللي تبدا بال اش موي يعني لازم ديما آه نديرو امامها باغ اكزومبل مون طون سون يعني ما نقدروش نقولو ما امي لازم نقولو مون امي لانها تبدا ب اون فويال لدينا هنا هذا التمرين يعني مجموعة من الجمل والأمثلة راح نفهم به جيدا هذا الدرس. اكتبي الأدجكتيف بوسيسيف أبخبخيه.

انه كتاب ربع هذو يعني النماذج يعني من موقع اجنبي لهذا الاسماء راح نصيبوها اجنبيه دونك سي لو ليفر دو روبير سي هنايا واش راح نحطو اول حاجه نشوفو روبير سي ايل فوالا ايل و لو ليفر سي سينغولير ماسكولين شوفو هنا في الجدول لدينا ايل وعندنا, le livre, c'est masculin singulier, donc c'est 100 livres. cest le déterminant possessif 100. c'est cool, 100 livres. Voilà, que la Deuxièmement, c'est la sœur de Robert. Inna ha, orso, Robert, c'est sa sœur. Voilà, Robert ou il, la sœur c'est féminin. Donc, nous hato ça, c'est sa sœur. C'est la petite amie de Robert. Il y a sa déco, Robert, c'est son ami. Nous avons tout ça, ami. Nous avons tout ça, ami. Nous avons tout ça, Donc, nous avons c'est son amie. Quatrièmement, ce sont les parents de Mireille et de Marie-Laure.

كلاس كلاس اللي هنا عندنا لونا فيمينا سانجولي مع لو سوجي اللي هو دي زيتوديون يعني في البلوريال راح نشوفوها في الجدول لاحظوا معايا دي زيتوديون يعني راح نعوضوها ب ايل افيك اس ولا كلاس يعني راهي سي تا نو فيمينا دونك نحطو هادي لوغ هنا تصبح سي لوغ كلاس فوالا اونسويت جي اون راديو c'est ma radio. Anna a un média. Il est Anna. Voilà donc on je et on a radio. Je radio, est Damir, al Alors radio c'est un nom féminin. Donc c'est ma radio. Voilà. Septièmement, nous avons une maison. Anna a une maison. C'est féminin singulier. Il y a un un هنايا عندنا الضمير نو شوفوها معايا في الجدول لاحظوا هنا لدينا نو هي الضمير وعندنا لا maison سي تان نو فيمينا singulier، دونك راح نحطو نوتخ فوالا تصبح هنا سي نوتخ maison. فوالا tu as des amis ce sont tes amis انت عندك اصدقاء انهم أصدقاءك فوالا هنايا نحطو تي كذلك لدينا جمله اخيره vous avez des problèmes vous avez des problèmes ce sont vos problèmes هنا لدينا vous وعندنا بروبليم راهي في البلوغيال كذلك راح نزيدو نشوفوها في الجدول لاحظوا هنا عندنا فو وعندنا لو نو راهو في البلوغيال فوالا هذاي فقط هنا لدينا لو نو راهو في البلوغيال اذا راح نحطو فو فوالا هذه هي اللي تخرج مع euh, لو نو اللي يكون في البلوغيال اذا الاجابه راح تكون سو سون فو انهم مشاكلكم انتم فوالا احبتي هذا فيما يخص لي زادجكتيف بوسيسيف نتمنى تكونوا فهمتوني فقط ركزوا على الضمير وعلى الاسم يعني واعتمدوا على الجدول اللي وريته لكم راح يسهلها لكم باذن الله نواصل هنا لدينا درس لي دي ديتيرمينون ديمونستراتيف يعني اسماء الاشاره كما شفنا اسماء الاشاره لدينا سو سي سات سات سو هادي نستعملوها لما يكون الاسم يعني آه مسكولان سانجولي يعني مفرد مذكر سي هادي نستعملوها لما يكون الاسم سواء فيمينا او مسكولان يكون في البلوريال يعني في الجمع سات هادي نستعملوها لما يكون الاسم مذكر ولكن يبدا بلي ولا ان اش موي. فوالا يعني لما الاسم يكون من وراها يبدا بالليفوايال اللي هما ا اي او او اي ايغ هادو ولا يبدا كذلك بالاش الساكنه باغ اكزومبل اوبيتال نقولو سات اوبيتال نحطو سات هذه وسات هادي راح نحطوها في لي نو لدينا كذلك مجموعه من الامثله حتى نوضحوا يعني نوضحوا الرؤيه اكثر اي فو سورتير تو هنايا ماتان فقط قبل ما نبداو يعني هاد لي دي تيرمينو ديما دي عندهم علاقه بالاسم تاعهم فوالا voilà. تبعوا دائما الاسم يعني طبيعه و او نوع وعدد الاسم دونك ماتان سي تان نو ماسكولين سينغولير دونك راح نحطوا له سو سو ماتان فوالا ايفر اي لو بلو رود دي زاني ايفر هادي كلمه كما راكم تلاحظوا تبدا من اش مي يعني H, c'est qui est là. a Voilà. Il serait préférable de choisir matière. La matière est là. C'est le pluriel. Donc, nous allons faire c'est c'est matière. Nous nous servirons de spatule pour le plâtre. Nous allons faire la spatule. La spatule est là. حادة يعني تستعمل في في المطبخ أو في أشغال أخرى يعني حتى نملس به مواد أخرى يعني لسباتول فوالا دونك المهم هنا سباتول سي أن نون فيمينا فيمينا سانكوليي دونك راح نستعملولو سات فوالا سات هادي نحطوها لهنا لأنو هي هي في الفيمينا نواصل هنا <<hesitation> عفوا، فوزافي فيني إيزارسيس بلوطو كو بخيفو، يعني انهيتم <hesitation> هاد التمارين <hesitation> قبل الوقت، لاحظوا معايا إيزارسيس أهي في البلوريال يعني بلوريال و يعني ماسكولا بلوريال، رايحين نستعملو معاها سي، فوالا، فوزافي فيني سي. exercices plutôt que prévu voilà هذا فيما يخص احبتي هذا الدرس يعني راهو سهل فقط انتبهوا جيدا لعدد ونوع الاسم الذي يلي هذا لديترمينون دي باردون ديمونستراتيف فوالا voilà. يبقى لنا هنا درس الاخير اللي هو لي طون فيربو دون لو ريسي اوتوبيوغرافيك يعني الازمنه المستعمله في كتابه السيره الذاتيه في السيرة الذاتية اللي هي لوتوبيوغرافي كما شرحنا المعنى تاعها يعني الكاتب هو نفسه الشخص الذي عاش الذكريات يعني هو نفس الشخص اللي عاش في الماضي وراح يعاود يكتبها لنا في الحاضر لهذا هو لازم عليه يستعمل نوعين من الزمن يعني زمن الماضي لما يكون يحكي في ذكرياته وزمن الحاضر لما راهو يكتب فوالا voilà. تبعوا معايا هذا المخطط راح نتفهموه باذن الله دونك لو ناراتور سوا ايل راكونت سوا ايل اكري دونك كونت ايل راكونت يعني لما هو يعود يحكي راح يحكي في لاج دونفونس يعني لما يكون صغير ولا يكون مراهق uh, في ل... يعني ل... لما هو يكون يحكي راح يحكي لي سوفونير دونفونس adolescence، في باسي او لا في فيكو يعني راح يحكينا لنا ذكريات الطفوله ذكريات المراهقه الحياه الماضيه او الحياه المعاشه ولهذا هو راح يستعمل لي طون دو باسي لي طون دو باسي هما لامبارفي و لو باسي سامبل لما يكون باغ اكزومبل يوصف في الشخصيات يوصف في الاماكن او يعني euh, تكون احداث مدتها قصيره ومتواصله Uh, كذلك لو باسي سامبل راح يستعملوا يعني في الاحداث المفاجئه في الاحداث المهمه يعني كنا شفنا في دروس سابقه استعمالات لامبارفي وكذلك لو باسي سامبل في دروس السابقه دونك لازم علينا نوظفوا المعلومات تاعنا دائما فوالا voilà. هذا يعني لما هو يكون يحكي راح نسميه لو مومون دو ولا يعني لحظه الذكريات uh, كذلك من جهه اخرى لو ناراتور راح يكون يكتب راح يكون فلاج ادولت يعني راح يكون شخص بالغ او شخص كبير وراح يكتب في الحاضر أه هو راح يحكي لنا او راح يكتب أه سي سوفونير ابري دي زاني دي راكونتي هاد لي اللي راح يحكيهم أه هاد الكاتب يعني بعد سنوات من حدوثها هو راهو في الحاضر وراهو يكتب لنا في لي سوفونير تاع الماضي دونك راح يستعمل أه لو Euh, ou les temps yani, euh, le temps présent, le présent de l'indicatif, ou la valeur taour, kun, valeur dénonciation, la l'écriture mais le moment de l'écriture y yani, لحظة الكتابة راح يستعمل فيها زمن لو بريزون وكذلك راح يستعمل فيها هذه الافعال اللي راح تتكرر معاكم هي جو مو سوفيان يعني اتذكر جو غوفوا باغ اكزومبل ارى مرة اخرى أو ارى امامي جو مو غابيل اتذكر فوالا voilà. في هاد الدرس كذلك احبتي لازم عليكم تعرفوا تصريف الفعلين سو سوفونيغ و سو اللي سميناهم لي فيرب برونومينو كذلك راح نخلي لكم يعني صوره توضيحيه باش يعني تعرفوا تصرفوها فوالا احباتي هذا فيما يخص هاد المراجعه يعني كما ذكرت في الاول يعني فيما يخص الوضعيه الادماجيه راح ناقشوها مع مواضيع الفروض وكذلك راح نخليها لكم صور في منتدى القناه ما تنسونيش احباتي نصالحي دعائكم ما تنساوش البارطاج يعني لهاد لي فيديو كذلك ما تنساش الضغط على زر الجام واللي مازال ما اشتركش معنا يتفضل معنا في القناة ويشرفنا بالاشتراك أتمنى التوفيق للجميع أي سؤال خليه في التعليقات أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم